العصابة الحاكمة في الجزائر لما تواجه مشاكل بالحبس، خص الزيت والسكر والسميد، قالك مضاربة، راجل صابوا عنده 5 بدن زيت 7 سنين حبس، مش حال من واحد. عائلة تونسية جاو يقضيو في سوق راس كما موالفين 10 سنين حبس، راكم ديرولك شي غريب وش يحدث. درك لحقت الوليدات صغار، طفل صغير 20 سنة في عمرو، صابوا عنده بورتابل، دخل عام حبس، وطفلة صغيرة غشت في البكالوريا، الناس كامل تغش، يا ولدي تبون في حد ذاته مغشوش مزور، تبون في حد ذاته غش حتى، وماشي هو اللي غش، العسكري يغشولو، ما نديروهم في الحبس، هم داروا أبو عزة وجماعته في الحبس، لأنهم كي غشوه ما تشوفوش في الغشان ديالهم، إيه. طفلة 3 سنين حبس، أنا ما نعلقش، نخلي مواطن جزائري عايش ليه هو اللي يعلق. اللي يحبس خلاص، راني والله العلي العظيم ماني مصدق باللي كاينة دولة ترمي شبابها في السجن بسبب الغش في الامتحان. أعطيني كاش دولة دارتها هذه من غير الجزائر. كي درت الفيديو هذاك تاع الطفلة تاع مدية وهذوك الزوج بنات اللي ضربوهم 3 سنين حبس، اتصلوا بيا كثير من الشباب يقول لك باللي يا ودي ثاني راهم كاين شباب اخرين من تلمسان من وهران من الشرق من الغرب راهم في السجن، شباب يعني فوتوا في البكالوريا 17 سنة 18 سنة راهم في الحبس. هذا صاحبي يقرا معايا قبلو عنده تليفون في الكلاس الداخل وما غش مامبا ما تبدو ما والو، الشيخ بدا يقلب فيهم صاب عنده تليفون ايا داو مسكين ضربوه بعام حبس. أمة ترمي في شبابها في السجون زهرة شبابه، ما هم لا تجار مخدرات لا مجرمين لا حتى انت، هذا طالب جامعي كي ترميه مع أرذل الخلق المجرمين وتجار المخدرات والعراية ذوك عصابات الأحياء ومنا، أصلا يعني بالمنطق أسكو هذاك بلاصتو هذاك المكان هذا، حاقبوا بأي عقوبة، حاقبوا بغرامة مالية، أقصيه من البكالوريا مدى الحياة، عاقبوا بأي عقوبة، ولكن تبعثوا للحبس 3 سنين وعامين ومنهم بنات كذلك، وحدة في عمرها 18 سنة ولا 17 سنة تبعثها للحبس 3 سنين، أقسم بالله العلي العظيم غير أثبتتم أنكم امتداد للاستعمار الفرنسي، لأنه حكومة عمرها ما تعامل شعبها بهذه الطريقة. الولد في هذاك اللاج هذاك يحتاج الرعاية ويحتاج تربية ويحتاج تفهم ويحتاج هذاك ديجا مستقبل الجزائر، كيف ترمي مستقبل الجزائر في السجون؟ مانا لا في حرب، ما هم لا خانوا، ما خانوش الوطن ياك، هذو ما خانوش البلاد ولا لقيتهم عندهم عمالة مع دول أجنبية، شباب عاديين يعني نقولوا يا سيدي غش، أنا مانيش نقول ما غشش، معليش غش اوكي يعني معاك، ترميه في الحبس، انا عقلي احبس خلاص، راني والله العلي العظيم ماني مصدق باللي كاينة دولة ترمي شبابها في السجن بسبب الغش في الامتحان، اعطيني كاش دولة دارتها هذه من غير الجزائر. سؤال في محل، اعطيني كاش دولة رمات شبابها في السجن على جال الغش في الامتحان؟ ورمنا ما كانش. الأخ يقول بأنهم بهذا الأسلوب أثبتوا أنهم امتداد للاستعمار. أنا أقول له يا أخويا العزيز كلامك صحيح 100% بالصح، ما همش امتداد للاستعمار، أكثر من الاستعمار. الاستعمار ما دارهاش، استعمار ما رماش دراري صغار في الحباس على جال غشوف الاستيف الامتحان، ما دارهاش.
هذو استدمار، هذو أثبتوا أنهم استدمار، دمروا الشباب، دمروا مستقبل البلاد، دمروا البلاد، دمروا العمران، دمروا العباد، دمروا كل شيء. هذو ما استدمار، هذو ما استدمار. هذو كل شيء عالجوه بالحبس، وحولوا الجزائر إلى سجن كبير، وقالوا لهم ناس مثقفين، يعني ناس على علامات، يعني قامات دولية، قالوا لهم الجزائر تستاهل أكثر من هيك، ما تستاهلش تكون سجن. لالجيري نو ميريت با دتر ان كاشو، محشموش على الرحم، وما زالهم يتمادوا في هذه. ألور باش نزيدوا درك لكم واش راهم محذرين للحرائق تاع الغابات، تكلموا عليها بعد الفاصل. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.